منار، السلام عليكم يا منار. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منار ازيك يا ابله منه؟ اهلا يا حبيبتي. ها عامله ايه؟ الحمد لله والله بخير. انا عندي حلمين عايز احكم لك، بس ما تخليهمش يقطع عليا. عندك ايه؟ حلمين عايز احكم لك، بس ما تخليهمش يقطع عليا. حاضر، مش هيقطع عليكي، بس وطي صوت التلفزيون يا منار وخليكي معايا. بس الصوت واطي قوي في التليفون، يعني عندي الصوت انا واطي. هعلي صوتي، هعلي صوتي. ماشي. يلا. انا حلمت ان انا في مستشفى وفي حد عيان، تمام. وفي حد عيان بس انا مش عارفه مين اللي عيان بالظبط، بس عيلتي، يعني عيلتي كلها مع، يعني في ناس من عيلتي معايا، عماتي 2 وابن عمتي. تمام. ف احنا واقفين ومستنيين، عايزين نعرف يعني مين اللي عيان. فانا مشيت في الممر في المستشفى كده، فلقيت واحد من عندنا انا عارفاه يعني، بس انا شفت ان هو 3، يعني مش واحد بس، شفت ان هو 3 اشخاص. 3 أشخاص. تمام. فهو اسمه رضا، انا شفت ان هو 3 اشخاص بس، يعني هو شكله في الحلم غير الحقيقة، يعني شكله حلو قوي في الحلم. هما 3 اشخاص دول شكلهم حلو. فبيقول لي امال يعني جماعتكم فيها، عشان انا جاي اشوف العيان. قلت له واقفين هناك تعالى. فجاه قال لي ماشي انا هاجي. فجيت سلمت عليه، فجاه قال لي اه. فانا لما بصيت له فلقيت شكله حلو قوي كده، فانا بعد ما مشيت، بعد ما سلمت عليه ومشيت وقال لي انا هاجي، فبقول بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عشان هو شكله حلو يعني اه. فانا بقول بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فمشيت، فلقيت نفسي في اوضه، ولقيت ان مامتي هي اللي عيانه، يعني ان هي اللي راقده على السرير. بس وفي جرح، في جرح يعني في بطنها. فحد عايز، ابن عمتي ده عايز ينضفه لها، فانا قلت له لا انا اللي هنضفه لها. ففي واحد تاني مش عارفه هو دكتور او حد، فبقول لي لا انا اللي هنضفه لها. فقلت لهم لا، محدش هينضفه لها غيري، انا اللي هنضفه لها. فجبت فوطه، هي الفوطه كانت محطوطه في الارض بس نظيفه يعني. فانا بعد ما جبتها فلقيت فوط جنبيها على السرير كتير، بس انا فبيقولوا لي الفوطه دي، قلت لهم بس هي دي نظيفه خلاص. فنضفت لها الجرح، فهي بتقول لي اه. فبقول لها يا امي الجرح نضف، ما فيهوش اي حاجه يعني نضيف. فجت قالت لي لا، بس لسه بيطلع حاجات يعني كده، زي حاجه يعني صدى او حاجه. فقالت لي اه. فالمهم بصيت لقيت نفسي بقى انا كده نضفت لها الجرح وطلعت، لقيت نفسي ماشيه في طريق، الطريق ده فيه بيوت جميله او شجر ورد شكله جميل، يعني انا كنت ماشيه في الطريق ده مبسوطه قوي. فلقيت نفسي فجأة يعني ماشية في الطريق مبسوطة، والناس مقابلاني بتضحك وكده، والطريق ده البيوت اللي فيه شكلها حلو، والورد اللي فيه شكله حلو يعني شجر وورد وجميل. ففجأة لقيت نفسي يعني الطريق اتغير، البيوت بقت شكلها وحش، والشجر يعني تحس ان دبل كده او لونه اتغير. وانا لقيت نفسي زي ما اكون وقعت من مكان، بس هو عالي في ضلمة، يعني مكان عالي قوي ضلمة. فانا نفسي يعني نفسي اتاخد جامد، فانا قمت من النوم فعلا وانا مش قادر اخد نفسي، النفس كان متاخد قوي، فانا قمت من النوم فعلا مش قادر اخد نفسي. صحيتي من النوم؟ وصحيت من النوم، صباح الخير. طيب بصي، بس خليهم يعلوا الصوت شوية لان انا مش سامعة. طيب بصي بصي، انتي عاملة ايه في الصلاة؟ يعني بصلي، انا كنت فترة ما صليتش، بس دلوقتي يعني الحمد لله مواظب عليها وبصلي وكده. طب انتوا كأسرة عاملين ايه مع بعض؟ الأسرة، أسرتك، العيلة؟ يعني حلوين، فيه مودة وفيه كده، وبنروح وبنيجي وكده، يعني مش قاطعين مع بعض ولا حاجة. طيب بصي، الحلم بتاعك ورضا وشكله جميل وتلاتة في المستشفى، وانت بتقولي شكله جميل قوي وكنت خايفة من كتر انا الجمال مش سامعة، بتاعه. معلش طيب سامعاني كده؟ خلوهم بس يعلوا الصوت سنة، لان انا علوا الصوت، هما كده علوا الصوت. انت ممكن تفصلي معايا؟ طيب كنت عايزة بس اسألك على حاجة. طيب خلاص افصلي معايا. و بس في حلم تاني اخويا عايز يحكولك، دقيقة بس. طب خليه يكلمني. طيب ايوه قول لي. طب قول لي. طب هو حلم ان ام، يعني ام ابويا بيقولوا له ان هو يروح يجيب ميه، ها، بس هو فما لقاش ميه في المكان اللي احنا فيه يعني، ها، فراح مكان بعيد.
تمام. وبيجيب جاب منه الميه، فهو سمع صوت غريب بعد ما جاب الميه، يعني ملى كوبايه الميه وجاي، فسمع صوت غريب فهو خاف، فحس ان يعني في حاجه خوفته في المكان اللي هو فيه ده. فعدت عربيه عليه كان عايز يركبها بس ما لحقش، يعني يركب ما لحقش يركب. ف هو بيصلي برضو، فهو جري في الطريق ده ولقي واحد عبيط، ها، فهو جري منه وحس ان الشخص العبيط ده بيجري وراه وهو خاف يعني. تمام. ها ولقي في الطريق ده يعني كوام تراب كتيره كتيره، ولقي جرار معدي فهو ركب فيه يعني. ها وهو كده حاسس ان هو اطمن ويعني مرتاح. ربنا يريح بالكم يا رب العالمين. خلاص. اه هو كده خلاص كده. طب يلا نفصل مع بعضنا عشان بس تعرفي تسمعيني كويس. طبعا هو الحلم بتاعك الاول رضا وثلاثه في المستشفى وكلام من ده، ورضا شكله جميل قوي من كتر جماله، كنت انت خايفه من شكل جماله او بتقول بسم الله ما شاء الله، وبيدل على حالكم الحمد لله رب العالمين. انتوا في رضا وانت حمد ربنا وانت حد كويس وعندك قناعه مع نفسك ان بعد كده ترجعي البيت فتشوفي والدتك هي اللي كانها تعبانه وفي فتحه في بطنها، والفتحه دي بتطلع ايا كان ايه اللي بتطلعه وصديته وكده وكلام من ده، وانت بتحاولي انت اللي بتعالجيها وكده. فهو بيدل على الاسره، الاسره والترابط ما بين الاسره وبعضها، لكن خروج الصديق من الاسره فهو بيدل على في شويه نزاعات من جوه كده لبعضكم. فانا بسالك انتوا عاملين ايه، فانت قلت لي الحمد لله احنا رب العالمين احنا كويسين دايما يا رب دايما يا رب، فنخلي بالنا من اي فتنه ولا اي شيطان يتلاعب بينا كاسره. ان بعد كده تمشي في مكان، فالمكان تلاقيه الاول مش واسع والدنيا كويسه وكلام من ده، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديك على قد ضميرك ونيتك ان انت عايزه دايما الخير للجميع. وبعد كده تطلعي مكان فتحس انك هتقعي من مكان وكلام من ده، فهو بيدل على التوتر والتعب النفسي اللي احنا فيه، ودايما اي حد بيشوف نفسه ان هو بيقع من مكان عالي فهو بيدل على بس فزع من الجن عليه، او بيدل على مشكله ما نفسيه فيه، فهي بيدل على انه بيحاول ان هو يكون انه يقول ايه انسان متزن شويه في الحياه.